السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الثانوية العامة أو أولى ثانوي أو تانية ثانوي، معاكم النهاردة درس جديد في الجرامر، وهو درس إحنا قلنا هو زي ما أنا لسه بقول كان في أولى ثانوي، موجود في تانية ثانوي، موجود في تالتة ثانوي برضه. هو اللي هو الأرتكلز اللي هي الأدوات. والأدوات يعني إيه؟ هي الأدوات التلاتة، إما إيه أو آن أو ذا، اللي إحنا بنسميهم إيه أو آن أدوات نكرة أو حروف تنكير، وذلك أداة معرفة أو أداة تعريف، اللي هي بالعربي بالنسبة لذا بتساوي ألف لام، اللي هي خاصة بالتعريف. فهو نفس الدرس اللي هو في العربي برضه، بس إيه مع اختلاف طبعا في حاجات كتيرة جدا بين العربي والإنجليزي. فهنبدأ إن شاء الله مع الـ Indefinite Articles اللي هي أدوات التنكير إي أو إن، باختصار عشان تبقى فاهم. إيه أو إن أدوات تنكير، يعني اللي أنا هتكلم عليه اللي أنا هكتبه يبقى نكرة أنت متعرفوش. يعني فلان بيقول لك جملة، فبيقول لك حط كلمة إن قبلها أو حط كلمة إن قبلها، يعني المخاطب ده ما يعرفش حاجة عنه. مثال، هو طبعا الأول بيقول لك التعريف بتاعها، تأتي إن قبل الاسم المفرد البادئ بحرف ساكن. تاني، دي حطها قدام اسم مفرد وتركز على كلمة مفرد اللي بيبدأ بحرف ساكن. ايه هي الحروف الساكنة؟ اللي هي مش متحركة. وايه هي المتحركة؟ الاي والاي والاي والاو واليو، وساعات طبعا ايه اليو بتبقى ساكن وساعات بيبقى متحرك، وكذلك الاتش برضه ايه، ودي هنشوفها دلوقتي. يبقى الكلمة الآ ديت توضع قدام اسم مفرد، اسم مفرد بادئ بحرف ساكن. اما ان فبرضه توضع قبل اسم مفرد بادئ بحرف متحرك، يعني بنفس الطريقة. خلاص؟ طيب، تستخدمان الـ A والـ N قبل الاسم المفرد الذي يعد عند ذكره للمرة الأولى. يعني لسه بذكر لك أول مرة كلام عن هذا الشيء اللي أنا هتكلم عليه، حط قبله يا A يا N. يعني بقول لك كده I bought a book، أنا اشتريت كتاب. كتاب، ولما أقول لك جملة زي كده، هل أنت تعرف الكتاب ده؟ تعرف عنه أي معلومة؟ لا، أنا بقول لك أنا أي معلومة ليك أنت. أنا اشتريت كتاب، كتاب من الكتب، فلذلك بحط إيه؟ A. أجي أسألك على طول ليه حطيت A؟ ولأن بوك كلمة مفردة. جميل. حاجة تانية بدأ بحرف ساكن اللي هو حرف البي. جميل، لأن أنا بذكره لأول مرة، أول مرة حد يسمع الكلمة دي. زيها مثلا بتقول إيه، I watched a match، أنا شفت مباراة. ها، تعرف عنها حاجة؟ مباراة، ممكن تكون مباراة مصرية، مباراة أجنبية، مباراة عربية، مباراة في دوري إنجليزي، دوري الهولندي، أي دوري. لكن بتكلم على إيه؟ هنا أول مرة أنت تسمع عنها. I saw a movie، انا شفت فيلم. فيلم من الافلام، يبقى بحطها لما يكون بذكر حاجه لاول مره بالنسبه لي المستمع. زيها هي ايت ان ايج، انا هي بقى اختلفت، مش حطيت ان عشان اول كلمه هنا الحرف بتاعها بيبدا بحرف ايه، حرف متحرك، ان ايج. خلاص كده، ها، اكل بيضه، ماشي، يبقى ديت ايه، بيضه من البيض، يبقى حاجه بتذكر لاول مره ومفرده، يبقى احط الاداه المناسبه اما ايه او ايه ور ان. صعب الكلام ده؟ طيب، حاجة تانية، قبل أسماء الوظائف أو المهنة، ودي مهمة. أول ما تعرف حد على إن فلان ده بيشتغل كذا أو أنت بتشتغل كذا، بتقول قبلها يا يا آن. زي My friend is a doctor، أهي دكتور اسم وظيفة. طب أنا بشتغل، I am a teacher، a teacher. ها، He is an engineer، هنا غيرت بقت أنا عشان حرفه متحرك، He is an engineer، وهكذا. يبقى دي اسمها إيه؟ قبل اسم الوظيفة. طيب، ثالثة، تشير إلى واحد من مجموعة، واحد من الوحايد. يعني بقول he is a player، هو لاعب in the team، في هذا الفريق. ها، يبقى مجرد لاعب واحد من ضمن فريق كبير. ماشي، ما تهمناش ديت قوي، يهمك لغاية دلوقتي الإيه؟ الأولى والتانية. خلاص كده؟ خش على رقم أربعة. تستخدم مع بعض التعبيرات زي التعبيرات الرقمية أو الأسعار أو السرعة. يعني بقول مثلا إيه؟ 100. ها، 100، هي بتساوي 100، هي. 100 هي نفس معنى 100. A dozen، ها، طبعا 100 ده 100. A dozen، ها، دستة. Dozen، A قبله، ها. 30 per a kilo، ها، 30 per a kilo، هنا بس ايه مش عايزين ديت. 30 per a kilo، في الكيلو، او 30 مثلا pound للكيلو، ماشي. طب 60 miles an hour، ها، 60 ميل في الساعة. قولش in an hour، لا، هي تتقال كده 60 miles an hour، ها، الساعة. خد بالك ان اور اهي حاطط قبلها ان، رغم ان انت بتقول طب ما اتش يا مستر حرف ساكن، احنا قلنا ايه من شويه الاتش تنفع متحرك او تنفع ساكن، هنا بنطقهاش تبقى متحركه. لو هي بنطقها زي مثلا كلمه هاوس،
هاوس بنطق الاتش، وهوم نفس الكلام بنطقها، يبقى دي هناك تبقى ساكن، لكن دي طالما بنطقهاش بقولها ايه؟ ان اور متحرك. نفس الكلام 24 hours a day، ها 24 ساعة في اليوم، a day دي بالنسبة لايه؟ تعبيرات زي حاجة رقمية، أسعار سرعة زي ما قلناها دلوقتي. طيب ملاحظة، لما أقول a university هتقولي اليوم حرف متحرك، أقول لك لا، لو بنطقها يو تبقى تبقى ساكنة، لو بنطقها a تبقى متحركة. بص هنا بقولها ايه؟ a university ولا أقولها university؟ university لا a university، طالما يو منطقها يو عادي يبقى ايه؟ دي تعتبر ايه؟ ساكنه. طب a European country ازاي a وراها e؟ هنا منطقها ايه؟ European برضه، European مش European، ماشي، يبقى اقولها ايه؟ يو، يبقى بنطقها كانها ها ساكنه بالظبط، يبقى اقولها a European country. an honest man، honest ولا honest؟ honest ما منطقش ال h يبقى تعتبر متحرك. an hour لسه قايلها من شويه، a uniform يبقى a وبعدها حرف ايه؟ هنا يعتبر ساكن، uniform. خلاص دي استثناءات. تاني لا ياتيان قبل الاسم الجامع طبعا، لان قايل لك فوق ان هي ايه؟ كلمه مفرده، تبدا بحرف ساكن او متحرك بس كلمه مفرده. اسماء مجرده، مجرده حاجه معنويه، حاجه معنويه. قبل الوجبات الا اذا جاء قبلها صفه، ونقول الكلام ده ازاي، وحاجات دي على فكره ملاحظات مهمه. بص كده على الكلام ده، بقول لك fear is natural، fear ما قلتش حاجه خالص قبلها، fear هو الخوف، ها شيء طبيعي، natural طبيعي. فين هنا a؟ فين هنا an؟ مفيش. يبقى هنا بيقول لك الاسماء المجرده، اسماء المعنويه، ها حاجه غير المحسوسه، لا يوضع قبلها اداه اصلا، خلاص ما تقولش ايه ولا حتى ذا في ذا fear، لا تتقال ايه؟ fear الخوف، الشجاعه، القوه، الحب، اي حاجه من ديت تعتبر اسماء ايه؟ معنوية، لا يوضع قبلها أداة خالص. طيب life is full of troubles، life الحياة مليئة بالtroubles، أنهي حياة؟ الحياة بصفة عامة، فبالتالي تعتبر إيه؟ ها اسم برضو يعتبر مجرد، يعني بص هنا على التعبير اللي إحنا قلناه ده، ها لا يأتيان قبل اسم الجمع، دي مش موجودة، أسماء مجردة قبل الوجبات إلا إذا جاء قبلها إيه؟ صفة، فما قلناش هنا إيه؟ a life، yes. خلاص كده؟ طيب definite اللي هي أداة التعريف ال ذا، إمتى أقولها يا سيدي؟ ركز فيها، قبل الأسماء التي منها نوع واحد فقط، ما فيش غيرها في الدنيا، ما فيش غيرها في الحياة، حط قبلها ذا على طول وأنت مطمن. يعني في مثلا كم صن في الدنيا؟ صن شمس، هي الصن بتاعتنا، فأقولها إيه؟ ذا صن، ذا صن على طول مطلقة، ما تقولش أصن مثلا، لأن أصن معناها إيه؟ شمس من الشموس. يعني أنا امبارح بقول لك أنا شفت امبارح الصبح شمس طلعت امبارح، على فكرة كل شمس ما فيش غيرها، يعني الشمس المعروف، يبقى ذا صن. نفس الكلام مون، ما تقولش امبارح انا شفت على فكره قمر امبارح من الاقمار كان منور وبتاع، انهي قمر؟ ما هو قمر واحد، يبقى ايه؟ ذا مون، القمر نور، يبقى كل الناس عارفين وما فيش حد هيلتبس عليه الامر. يعني ذا وورلد، ها العالم برضه، ذا وورلد، ذا سكاي، ها السماء، انهي سماء؟ ما تيجي تسال حاجه اسمها انهي سماء، هي معروف. ذا ايكويتور، ايكويتور هو خط الاستواء، ما فيش غيره. The weather، ها الطقس، الجو، نفس الكلام في المثال اهي. The earth is round، الارث الكرة الأرضية مستديرة، أنهي earth يعني أنهي كرة أرضية؟ مفيش غيرها، بالتالي بحط معاها كلمة إيه؟ the مطلقا، التي منها إيه؟ نوع واحد فقط. دي بقى مهمة، نمرة 2 مهمة أوي، عند ذكر الاسم للمرة الثانية، يعني أول مرة ما تيجي تذكره مفيش مشكلة. طيب، ثاني مرة لو ذكرته يبقى تذكره بكلمة إيه؟ بكلمة the. معايا؟ هديك مثال. أو بص مثلا هنا بيقول لك ايه؟ I bought a book، ركز في المثال ده عشان دي بنقول مهمة أوي. I bought a book، اشتريت كتاب. خلاص فبذكر هنا ايه؟ A في الأول عشان أنت لسه ما بتعرفش حاجة عن هذا الكتاب. طيب هكمل أقول لك ايه؟ The book was interesting. The book الكتاب اللي أنا قلت لك عليه أهو من شوية، ها؟ ظريف، كتاب مثير، كتاب مشيق. فقلت كلمة ذا، ليه؟ لأن ذكرته من قبل. يبقى هنا الجملة خلصت خالص، هبتدي جملة جديدة بحط لها كلمة ايه؟ كلمة ذا. مثال برضو كده اسمع كده شافه، يقول مثلا ايه؟ yesterday I saw a man، امبارح انا شفت a man، رجل، يبقى اذكره لاول مره بحط ايه؟ a. اروح الجمله الثانيه قال ايه؟ ايوه برافو عليك، ها the man was wearing a suit مثلا، the man الراجل كان لابس a suit بدله، يبقى اذكر بدله لاول مره فبقول لك a suit. لو قلت جمله ثالثه اقول ايه؟ ها the suit مثلا was blue او the suit was black، the suit ليه؟ البدلة عشان انا ذكرتها من قبل.
يبقى عند ذكر اسم المرة الثانية بذكر في الثاني ايه كلمة ايه كلمة ده. ثلاثة قبل اسم الحيوان ليدل على الفصيل، أي حيوان تيجي تتكلم عليه تقول ايه ذا، يقول مثلا ايه the lion is the king of wood، the lion الأسد هو ملك الغابة، أنهي أسد اللي هو يعني اللي هناك ده الأحمر الأكبر الكبير الصغير الذكر الأنثى، لا بتكلم على ايه اسم فصيلة. the lion نفس الكلام the elephant الفيل حيوان كبير، أنهي فيل مفيش غيره، هو بيتكلم على اسم الفصيلة. the giraffe حيوان له رقبة طويلة، أنهي جراف؟ لا ده بتكلم على ايه اسم الايه اسم الفصيلة، وهكذا كل حاجة ده اسم الحيوان بشكل مطلق. قبل الاختراعات والاكتشافات والآلات الموسيقية والسينما والمسرح كل ده ايه مهم، اللي يهمك دايما كلمة ايه the telephone، مثلا بتقول ايه the telephone was invented by Graham Bell، التليفون تم اختراعه ها بواسطة جراهام بيل، انهي تليفون اللي هو يعني السامسونج ولا الالكاتيل ولا الاتش تي سي ولا ولا، لا ما بتكلمش على كده، بتكلم على ايه الاختراع نفسه اللي هو التليفون. ماشي بس قلت له the telephone is a useful invention، useful invention ها اختراع مفيد، يعني انهي تليفون برضو، لا انا بتكلم على اسم الايه اسم الاختراع، يبقى قبل الاختراعات والايه الاكتشافات والحاجات دي اهي. the femtosecond انهي femtosecond، مفيش انهي هنا، بتكلم على ايه ها اسم الشيء اللي هو كمخترع. the radio the piano the cinema the theater، يبقى ده بيتكلم على ايه قبل الاختراعات الاكتشافات الالات الموسيقيه السينما المسرح ايه الى اخره. he used to go to the cinema، هو كان متعود يروح الى السينما، مش لازم اقول لك انهي سينما يعني دي قصه ثانيه، لكن بصفه عامه لما اقول كلمه ايه رايح السينما اقول ايه the cinema. خمسة قبل أسماء الأنهار والبحار المحيطات الجزر الصحاري سلاسل الجبال مجموعة البحيرات إيه نفس الكلام الحاجات الجغرافية. the river nile في كم river nile في العالم؟ في جيرو، فبتقول بقول هذا نايل أو the river nile نهر النيل. the red sea في كم red sea في العالم؟ في جيرو. the Atlantic ocean محيط الأطلنطي. the Alps جبال الألب. the great lakes البحيرات الكبيرة أو الضخمة أهي. Can you see the river Nile from the plane؟ ممكن تشوف الريفر نايل من الطيارة. The river Nile ما تقولش ايه منفعش. They climbed the Alps هم تسلقوا جبال الألب. These are the great lakes هذه هي great lakes البحيرات الكبرى. طيب ستة قبل اختصارات الدول والاتحادات وكذلك الدول التي بها يعني هنا الاسم بصفة عامة اللي هو مثلا بقول كلمة Egypt ما قلتش the Egypt معايا، ما قلتش مثلا عمان ما قلتش عليها ذي عمان ها. قطر ما قلتش ذا قطر، لا بتكلم على ايه اسماء بعض الدول مش كل الدول، يعني هنا ده كله استثناءات. ذا يونايتد نيشنز اليو ان الامم المتحده. ذا يو اس اي ذا يونايتد ستيتس اوف امريكا ها الولايات المتحده. ذا اي ار اي ناس كتير جدا ما بتعرفش الاي ار اي ان هي مصر ها عرب ريبابليك اوف ايجيبت جمهوريه مصر العربيه اختصارها ايه اي ار اي. Emirates الإمارات Republic جمهورية Kingdom مملكة States ولايات سودان دي بالذات ها Netherlands هولندا، يعني بعض الدول هي مش قلنا ايه كل الدول، يعني العادي في اي دولة بدون اداة ما فيش ذا خالص ولا ايه ولا حاجة، لكن هنا دي ايه استثناءات، يعني نقول he comes from the USA هو جاي من امريكا. The Sudan is south of Egypt جنوب مصر، اهي Egypt هي بدون اداة، بالتالي ايه بعض الدول مش ايه مش كل الدول. سبعة قبل الصفة لتدل على فئة أو طبقة من الناس، يعني مقول the rich مقصود بها الأغنياء هم the rich people. the old الكبار كبار السن اللي هم the old people، يبقى هنا بكل بتكلم عليه قبل الصفة، يعني rich ديت صفة old صفة. the young لو قلت the young الصغار ها عكسها على طول the fat التخان ها the thin رفيعين the tall الطوال، يبقى بحط ذا وحط الصفة تدي اسم ايه اسم جامعة على طول. خلاص اهي بيقول لك هنا ايه the young should respect the old اهي الصغار يجب ان يحترموا الكبار، جملة سهلة وظريفة جدا. تمانية قبل الكتب المقدسة وكذلك الصحف بعض الصحف والمجلات المشهورة، يعني the holy Quran القرآن المقدس او القرآن الكريم. the bible الانجيل. the times جريدة التايمز دي صحيفة، زي مثلا you should read and learn the holy Quran لازم نقرا ونكتب سوري نقرا ونتعلم الهولي قران. I read about the accident عرفت عن الحادثه in the times في جريده التايمز. خلاص دي رقم 8.
9 قبل الأعداد الترتيبية، يعني لما أقول الأول الثاني الرابع الخامس العاشر الأخير لازم أحط قبلها كلمة إيه؟ كلمة ذا، أهي the first the second the third the fourth the last etc. زي ما قول علي was the first، لازم أقول كلمة ذا قبلها، the first الأول، أول واحد to win يكسب البرايز الجايزة. رقم 10 قبل الدرجة الثالثة من المقارنة، اللي هي مقول الأطول الأكبر الأصغر الأرفع الأتخن، أهي he is the tallest boy in the class the tallest. طب she is the most beautiful girl here أجمل بنت the most معايا the tallest the fattest the biggest the best. فاكر الكلمات دي طبعا في المقارنة. طيب رقم 11 تعبير خاص اسمه كلما كلما. يعني تقول لك the more كذا the more كذا، بمعنى ايه؟ كلما حصل كذا كلما حدث كذا. مثال the more you read كلما قرأت أكثر، أهي the more you read the higher marks you get كلما حصلت على درجات أعلى، بترتيبة معينة احفظها كده the more you read the higher you get. يبقى هنا ده بحطها عشان تعبير خاص بهذه الجملة أو هذا المعنى. ده العادي بالنسبة لاستخدامات ذا كلها. لا تستخدم بقى ذا في الحالات الآتية، ودي غالبا بتيجي لك في الامتحان على فكرة، ما استخدمهاش مع أسماء معنوية، يعني beauty الجمال، truth الحقيقة، happiness السعادة، democracy ديمقراطية، sadness الحزن، أسماء معنوية. فقال لك إيه ممكن أقول إيه؟ we should have democracy لازم يكون عندها ديمقراطية، sadness is not good الحزن ليس شيء جيد، فبالتالي ما قلتش the sadness رغم إن أنتوا بالعربي بتقولها إيه؟ ما لسه بقولها الجمال والحزن. فقال لك لا، هي كإنجليش غير عربي، يعني أنت بتعرفش الحاجة بتخليها خاصة بيك أنت، لا بتكلم على إيه؟ لغتهم هم بيقولوها ازاي، مش لغتنا احنا بنقولها او المفروض نعملها ازاي، فبالتالي بخليها ايه كما هي بدون اداه في الاول. يبقى الاسماء المجرده بصفه عامه لا يوضع قبلها اداه، ودي مهمه على فكره عشان انتوا بتلخبطوا بين العربي والانجليزي. اثنين مع الاسماء الجمع عند الحديث بمعنى عام، يعني اتكلم مثلا عن المن، من اللي هم الرجال، اتكلم عن الومن النساء حطها بدون اداه، بتكلم عن تريز اشجار، بتكلم عن ابلز او اي فاكهه، بتكلم على teachers أنهي teachers، بتكلم بصفة عامة على teachers، يبقى بتكلم على أي حاجة عامة زي teachers should be patient and tolerant، ها يجب على المعلمين أن يكونوا صبورين ومتسامحين. أنهي teachers بتكلم على مين؟ بصفة عامة كل teachers، يبقى بقولها أي teachers، مش لازم أقولها إيه زي ما أنت بتقول بالعربي the teachers عشان يا مستر أقول المدرسين، لا هي بالإنجليش يقولها إيه؟ حطها لي يا سيدي بدون أداة وأنا فاهم، بس أنت بس إيه؟ فتحطش كلمة ذا وخلاص. apples انهي apples؟ تفاح. انهي تفاح؟ كلنا عارفينه، يبتدي مش محتاج تعرفه بحاجة تانية. apples are very useful مفيد طبعا جدا وهكذا. ولكن اذا حددنا نضع قبلهم ذا، يعني حددنا يعني حد المدرسين معينين او تفاح معين، يعني مثال اهو the teachers in our school اهي المدرسين اللي في مدرستنا should be patient and tolerant، صح كده؟ لازم يكونوا صابرين و متسامحين. يبقى هنا حددت، فحددت كلمة ايه؟ the teachers in our school. يبقى احنا على طول نسأل نفسنا ان كلمة the أداة تعريف عايز اعرف بيها الكلمة دي، لكن ما اجي اقول لك ان teachers اللي في العالم كلهم لازم يكونوا صبورين، انهي teachers؟ خلاص كده عارف ان هو بيتكلم على كل teachers، لكن هنا بحدد حاجة خاصة، فبالتالي قال لك ايه؟ حددها كلمة the. فاهم يا باشا؟ طيب the apples برضو، ها انا بقول لك هنا الابلز مالها مفيدة، يبقى بصفة عامة ايه؟ تفاح. لكن هنا the apples in our garden الابلز اللي في الجاردن بتاعتنا are very useful مفيدة جدا، ممكن apples في حتة تانية مش مفيدة، يعني يبقى هنا بحدد ايه؟ حاجة معينة. طب تلاتة الاسماء التي لا تعد لا تجمع ولا وتشمل، يعني حاجة لا يمكن تجمعها وبالتالي مالهاش مفرد، يعني بقول لك كلمة ملك لبن ليها مفرد؟ ها تي شاي water ميه الكميات بصفة عامة والحاجات السائلة كوفي ها ميت اللحمة بريد، ها انت تقول لي هتقول لي الله طب ما مستر ما في ميت بيقول ايه قطعة لحمة حتة لحمة، طب ما بس دي ليها كلمة تانية، لكن بتكلم بصفة عامة ان كلمة ذا لا توضع قبلها، يا يعني مش ذا ميلك او ذا تي او ذا ووتر، لا دي بتبقى ايه؟ ها حاجات طالما هي كميات او اكل او شرب لا يوضع قدامها كلمة ذا. مواد بنستخدمها زي اويل ملهاش مفرد وملهاش جمع، بلاستيك نفس الكلام، وود خشب، جلاس زجاج مواد، أنشطة زي سموكينج ريدينج فوتبول تنس، دي كلها إيه؟ أنشطة وألعاب رياضية لا يوضع قبلها ذا. مواد الدراسية كلها
Arabic, English, Chemistry, Science, History, Geography، الأدوات كلها لا تعد يعني لا تجمع، بنقول الحاجات الأربعة دول. أربعة، مع أسماء الدول والجبال المفردة والبحيرات المفردة. أنت تقول لي مثل ما أنت قلت فوق مش عارف إيه، أقول لك بصفة عامة إحنا قلنا إيه البلاد والأماكن لا يوضع قبلها ذا إلا الاستثناءات اللي إحنا قلناها، لكن دول حاجة تانية. يعني إيجيبت، فرانس، أفريقيا، ليك ناصر، بحيرة ناصر، ماونت إيفرست، كل ده لا يوضع قبله ذا لأن هو حاجة معروف ملوش تعريف. دي بقى مهمة، مع أسماء الوجبات. أسماء الوجبات ما تقولش ذا بريكفاست، لأ بريكفاست يعني انت تقول بتناول الفطار، ها وي هاف لانش الغداء، وي هاف بريكفاست، ها وي هاف دينر، وي هاف اي حاجه. دي خاصه بمين؟ اسماء الوجبات، يبقى ما نحطش قبلها ذا. ولكن اذا حددنا نضع ذا برضو اهي، وي وينت تو ذا دينر ذات علي اورجنايز، رحنا للعشاء اللي عمله او جهزه او وضبه او نظمه علي. يبقى ده هنا ايه حددت، يبقى هنا لما اتكلم صفه عامه ها بالنسبة لأسماء الوجبات لا يوضع قبلها أداة، لكن لما حدد وخصص يبقى هنا إيه دي حاجة تانية. ستة، لا تأتي قبل الألقاب التي يتبعها اسم شخص. يعني هنا إيه بريزيدنت أوباما، ما قلتش ذا بريزيدنت أوباما، لا هي بريزيدنت هي معرفة بكابيتال الرئيس أوباما، كينج فيصل ها الملك فيصل، ها برنس عبد الله ها الأمير عبد الله، كوين فيكتوريا الملكة فيكتوريا، دي كلها إيه ألقاب لا يوضع قبلها كلمة ذا. لا تأتي قبل الفصول والشهور والأيام والأعياد. يعني هنا هي وينتر هو وينتر الشتاء، سبرينج الربيع، سمر الصيف، أوتم الخريف. ما حطش قبلها the autumn the winter the spring، لا ما يوضعش قبلها حاجة. ابريل وماي وجون وجولاي وجانيوري وفبراير أثناء الشهور ما يوضعش قبلها أداة، وبالتالي هي أصلا كابيتال، خد بالك هي أصلا بتتكتب كابيتال، ها يعني هنا ما هي لازم تبقى إيه كابيتال دائما بدون ها ما نحط حاجة. فرايدي ها ساندي ماندي تيوز، أي اسم، عيد الفطر، عيد الأضحى، أحط أي حاجة من ديت، هي أسماء معرفة لا يوضع قبلها ذا. لا تأتي قبل كلمة work و home و TV، ودي مهمة. يعني هنا بتقول بص المثال ده، after he had finished work، بعد ما خلص الشغل، he went home. ما تقولش he finished the work، لا he finished work. طب هو روح البيت، ها he went home، ولا حتى to، ما تقولش he went to home أو to the home، لا هي على طول اسمها إيه؟ ها he went home. يعني انا مثلا ما اجي اتكلم عن نفسي اقول ايه I'm home now، I'm home، انا في البيت، لو قلت I'm at home ولا I'm in home ولا I'm at the home، لا هي بدون اداة خالص، خلاص دي حاجات استثنائية. طيب we watched the film on TV، ها احنا شفنا الفيلم اللي في التلفزيون. طب هنا تسألني كده سؤال عابر، دي هتتكلم ازاي؟ رغم ان الفيلم لو جيت ذكرتها انا شفت فيلم قلناها من شوية، we watched a film، انا هنا حددت قلت on TV لان ممكن اشوفه on the computer، ممكن اشوفه on the cinema، لكن انا حددتها فين؟ on TV. طالما حددت وخصصت يبقى فيها كلمه ايه؟ كلمه ذا. لكن هنا on TV، TV بدون اداه، ما حطيتش هنا لا آه ولا ذا ولا آن. خلاص كده؟ لاحظ بقى، لا تاتي ذا قبل الكلمات الاتيه. يعني هنا بص المثال الاخير، yesterday I forgot my keys on the TV، ده متعلق باللي قبله سوري. yesterday I forgot and I nsيت my keys، المفاتيح بتاعتي on the TV، على التلفزيون. ليه هنا قال كلمه ذا؟ ما بتكلمش على التلفزيون هو وسيله التسليه، بتكلم على الجهاز او المكان اللي انا حطيت فيه الكيز، يبقى اسمها ايه؟ تخصيص برضه، يبقى على التلفزيون كجهاز يعني. خلاص كده؟ تسعه، لا تاتي ذا قبل الكلمات الاتيه، ودي تحفظها صم عند استخدامها لغرضها الاساسي، ولكن اذا كان الشخص يذهب لغرض اخر نستخدم ذا. يعني ايه؟ بص يا سيادتك، لما اقول اي جو تو سكول، اي جو تو سكول وسكت، مش لازم اكمل بدي، ها اي جو تو سكول، انا رايح المدرسه. ايه يعني ايه؟ يعني انا ستودنت، طالب، او انا تيتشر، مدرس، ماشي. يبقى رايح للغرض بتاع المكان. يعني هي بيقول لك ما احطش ذا، هنا حطيت ذا قبل سكول، لا ليه؟ عشان بستخدمها لغرضها الاساسي. ايه الغرض من المدرسه؟ التعليم والتعلم. فبالتالي لما اقول لك اي جو تو سكول يبقى انا طالب او ان انا مدرس، فبالتالي ده صح كده. طب اي جو تو هوسبيتال، اي جو تو هوسبيتال، رايح المستشفى برضو بدون اداه، معناها ان انا رايح ايه؟ كمريض او كدكتور. خلاص يبقى نقول مثلا ايه I go to prison، والعياذ بالله يعني السجن، رايح السجن. I go to mosque، رايح اصلي. I go to bed، رايح انام. I go to court، رايح المحكمة. I go to university، يعني ده ايه؟ طالما قلت ان انا رايح للمكان ده بهدف اللي هو الايه
يعني للمكان او للغرض الاساسي اللي هو مصنوع لاجله، يبقى go to بدون اداه. لكن مول I went to the school، to the school يبقى to meet the manager، قابل المدير. هل الغرض بتاع المدرسه مقابله المدير؟ لا، بس انا بتكلم على اساس ايه؟ ان to بدون اداه يبقى انا رايح اتعلم، to باداه يبقى رايح لحاجه ثانيه غير الغرض بتاعها. to hospital رايح المستشفى يبقى اتعالج، to the hospital رايح اقابل حد، رايح ايه؟ اعمل اي حاجه غير الغرض الاساسي بتاع المكان. ودي بالنسبه لنا اللي هي ايه اهم حاجه، وعلى فكره درس مهم جدا جدا جدا، يعني لازم اقرا تاني وتالت وارجع كده ايه كل شويه ابص فوق كده وايه شوف الشرح، هل يعني في حاجه بالنسبه لك غامضه ولا حاجه، واتصلوا عليا لو عايزين. معاكم مستر اشرف، بيرحب بيكم دايما في اي وقت. خلاص ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه عشان يوصلك احدث حاجه واحدث الشروحات بدل ما تقعد تدور على اليوتيوب. خلاص